طب يا شباب، ما زلنا في الليبيدز، وهناخد اخر جزء بقى في الليبيدز اللي احنا سيبناه بقى كله. هنجمع كده اللي احنا سيبناه وهناخده بترتيب منطقي برضو لبناء على اللي احنا خدناه قبل كده. طيب احنا خدنا الليبيدز وقسمناهم كالاتي، قلنا ان الليبيدز بتاعتي يا اما تكون سيمبل ليبيدز، يا اما تكون كومباوند، يا اما تكون ديرايفد. يعني ايه سيمبل ليبيدز؟ سيمبل ليبيدز يعني عباره عن فاتي اسيد ومربوط برابطه مع مين؟ مع الكحول، صح؟ طيب الرابطه اللي ما بينهم دي اسمها ايه؟ اسمها استر بوند، تمام؟ وشرحناها في اول محاضره. بعد كده قلنا ان الكومباوند ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيمبل ليبيد اصلا مرتبط بيه اشياء اخرى. ممكن يبقى مرتبط بيه فوسفيت فنسميه فوسفوليبيدز، ممكن يبقى مرتبط بيه كربوهيدرات فنسميه جلايكوليبيدز، ممكن يكون مرتبط بيه بروتين فنسميه مثلا بروتيوليبيدز او نسميه اي حاجه. مهم يعني ان على حسب اللي مرتبط بيه على حسب اسم الليبيد اللي ايه الناتج في الاخر. لكن تعرف لي ان اهم حاجه سيمبل ليبيدز زائد اشياء ايه؟ زائد اشياء اخرى. طيب اما درايفد، جاي درايفد يعني درايفد من الهيدروليسز، ناتج هيدروليسز، هيدروليسز يعني تكسير. ناتج تكسير مين؟ ناتج تكسير السيمبل ليبيدز وناتج تكسير الايه؟ الكومباوند، صح؟ فهينتج لي في النهايه مين؟ هينتج لي، ممكن ينتج لي في النهايه فاتي اسيد. واحنا شرحنا الفاتي اسيد وقلنا ان الفاتي اسيد واحد من الكاتيجوري بتاعت مين؟ بتاعت الدرايفد، وممكن ينتج لي في الاخر الكحول، صح؟ لوحده. فهينتج لي الكحول لوحده وفاتي اسيد لوحده. وقمنا واخدين الكحول وخلصنا الكحول الحمد لله رب العالمين. طيب بعد كده هناخد اول حاجه الا وهي ايه؟ السيمبل ليبيدز. خدها كده ايه سيمبل كده. اول حاجه السيمبل ليبيدز زي ما قلنا ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيد مربوط باستر بوند مع مين؟ مع الكحول. وقلنا اشهر كحول للكده هو مين؟ هو اصغر كحول هو مين؟ هو الجليسرول. مكون من كام ذره كربونه؟ من 3 ذرات كربون، تمام؟ وهنا بيبقى فيه ايه؟ هنا بيبقى فيه CH2OH COHH، وهنا بيبقى فيه CH2OH. ده مين؟ ده الجليسرول. عظيم عظيم. طيب بعد كده بيبقى عندي مين؟ الفاتي اسيد. على حسب الفاتي اسيد ممكن يكون كربوكسيل، هو اسمه اسيد فاكيد فيه كربوكسيل جروب. بعد كده بقى ايه اللي هو الراديكال بتاعي. طيب السيمبل ليبيدز بقى قمنا عاملين له كلاسيفيكيشن. يا دي ام الكلاسيفيكيشن، كل شويه كلاسيفيكيشن، ما هو لازم تسيستم دماغ. اول حاجه قلنا اول كلاسيفيكيشن ان هو ممكن يكون نيوترال يعني متعادل، او ممكن السيمبل ليبيد نوع من انواعه مهم جدا 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 لازم تعرفه، اسمه الواكس او الشمع. اسمه ايه؟ اسمه الشمع. طيب واحده واحده كده ناخد النيوترال. النيوترال يا جماعه اشهر مثال للنيوترال هو حاجه اسمها تراي ايسايل جليسرول. زي هو ده المثال ده بالظبط. التراي ايسايل جليسرول كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جليسرول. نفترض ان ده الجليسرول اهو، هو المربع ده، والجليسرول ده مرتبط فيه ب 3 فاتي اسيد. ادي فاتي اسيد فوق، وادي فاتي اسيد هنا، وادي فاتي اسيد هنا. فده مين؟ ده اللي انا برسمه ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجليسرول. والجليسرول مرتبط بمين؟ ب 1 2 3. فعلشان كده قمت انا مسميه تراي وإيسايل، يعني الألكيل بتاع الفاتي أسيد، وقمت قايل إيه؟ إن هو مرتبط بمين؟ بهذا الكحول اللي هو مين؟ اللي هو الجليسرول. عظيم. ولو عايز تفهم السايكليك ستراكشر بتاع الحكاية دي، تعالوا كده آدي ده أهو، ده كده مين؟ ده الجليسرول، صح؟ ومرتبط بيه إيه؟ مرتبط بيه فاتي أسيد. الفاتي أسيد إحنا زي ما إحنا عارفين عبارة عن R ومرتبط بيه COOH. فهنفترض مثلا ان دي ادي سي وادي دبل بوند او وادي الايه وادي الاتش او اللي هنا الاو اتش، صح؟ طيب انا عشان اكون استر بوند لازم اشيل ميه. هشيل ميه من مين؟ هشيل ميه من الاتش دي اهي، وهشيل ميه من الاو اتش دي، يعني هشيل الاثنين دول، وهيبقى لي مين في الاخر؟ هيبقى لي الاو اللي في النص دي. فتعالوا كده واحده واحده مع بعض، شيل لي الاتش وشيل لي الاو اتش، اكنك شلت ميه بالظبط. ما هو الميه عباره عن H2O، تمام؟ والاكسجينيه اللي باقيه دي اربط لي ده بده. شايف دي كده؟ دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن الاستر بوند اللي تم تكوينه. طيب اللي بعده نفس الكلام بالظبط. مش دي نفترض ان ده الفاتي اسيد اللي بعده، ادي R داش وادي C دبل بوند O وادي A وادي O وادي H. شيل لي ايه؟ شيل لي الميه. الميه دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن H2O. فادي الاتش الاولانيه وادي الاتش الثانيه وادي الاو اهي،
تمام، فاشيلهم لي كده، بسم الله، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، واربط لي الاكسجينية دي بالحكاية دي كلها، فادي تاني واحدة. طيب تالت واحدة نفس الكلام، نفس اللي فوق بالظبط، ادي الار، تمام، دي ار داشين، دي مثلا ار تلاتة داش، تمام، و هنا في سي دبل بوند او، وهنا بيبقى فيه او اتش، تمام، بيبقى فيه هنا او وهنا اتش، شيل لي مين؟ شيل لي الاتش دي وشيل لي الاو اتش دي، تمام، فادي الاتش اتشالت وادي الاو اتش اتشالت، تمام، واربط لي الدنيا دي ببعض بالاكسجينيه دي، فادي انت كده كونت ايه؟ ادي استر بوند، ادي استر بوند، ادي استر بوند. عشان كده انت قلت على المركب ده في النهايه تراي ايسايل جليسرول، عشان في ثلاثه فاتي اسيد مرتبطين في الاخر بمين؟ بالجليسرول، والرابطه اللي ما بينهم اسمها استر بوند. لازم أن تكون عارف ان الرابطه اللي ما بينهم اسمها استر بوند، وعشان تكون الاستر بوند لازم تكون او لازم تشيل مين؟ تشيل الميه. جينا بقى بعد كده لقينا ان النيوترال ده ذات نفسه بيتقسم لمجموعتين. يا لهوي، يا دي ام التقسيمه، شايف النيوترال ده ذات نفسه لقيناه بيتقسم لمجموعتين، مجموعه اسمها سيمبل ومجموعه اسمها ايه؟ اسمها ميكسد. لقينا ان السيمبل ده يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن تراي ايسايل جليسرول، يعني عباره عن جليسرول وفيه 3 فاتي اسيد، ولكن الثلاثه الفاتي اسيد اللي فوق اللي موجودين دول كلهم شبه بعض، كلهم واحد، يعني ده رقم واحد، هيبقى ده رقم واحد، وده رقم كام؟ رقم واحد. اما الميكسد ده لقينا ايه؟ لقينا ان مثلا لو ده الجليسرول هنلاقي ان الثلاثه فاتي اسيد ار ديفرنت، يعني ده فاتي اسيد مثلا رقم واحد، ده فاتي اسيد رقم اتنين، ده فاتي اسيد رقم كام؟ رقم تلاته. طيب اللي موجود واللي احنا بناكله او اللي موجود في الطبيعه عباره عن ايه؟ عباره عن ميكس ما بين الاتنين، ولكن الاكتر هو مين؟ الاكتر هو الميكسد. فالاكتر عندي ميكسد تراي ايسايل جليسرولز او ميكسد سيمبل ليبيدز، تمام، وشويه صغيرين من مين؟ من السيمبل سيمبل او السيمبل نيوترال ليبيد. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا اول نوع، الا وهو ايه؟ الا وهو النيوترال. ندخل على النوع الثاني، الشمع بقى او الواكس بقى. الموضوع ده مهم، موضوع الواكس ده. الواكس ده هو الشمع. ايوه، الشمع ده موجود فين؟ عايزين نعرف كده. الشمع ده اول حاجه لو انت بتاكل عسل، العسل ده بيجي من مين؟ بيجي من الشمع بتاع النحل، فده بيسموه البي واكس، زي الصوره اللي انت شايفها دي كده. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، في شمع موجود في ودنك او في الاير، ففي حاجه اسمها الاير واكس، صح، وهكذا. فدول اشهر مثالين للواكس. احنا بقى عايزين نجيب الواكس ده وندرسه من وجهه نظر الايه؟ من وجهه نظر البايوكيمستري. لقينا ان الواكس ده شبه النيوترال، ولكن يختلف عنه في حاجة، ان لقينا الالكحول طويل جدا جدا جدا، لقيناه عبارة عن هاير الكحول. يا جماعة احنا لما كنا خدنا الالكحول اللي موجود هنا في النيوترال كان عبارة عن مين؟ كان عبارة عن الجليسرول، والجليسرول ده كان واحد اتنين تلات ذرات كربون. هنا في الواكس بقى لا، الموضوع اكبر من كده، لقيناه مكون من اكتر من تلاتة ذرة كربون، ممكن يكونوا ستة مثلا، ممكن يكون مانيتول مثلا، ممكن يكون اي حاجة. المهم ان الالكحول بتاعي اكبر من تلات ذرات ايه؟ اكبر من تلات ذرات كربون، ومرتبط بيه هاير فاتي اسيد، يعني مرتبط بيه فاتي اسيد، ولكنه ايه؟ ولكنه لونج تشين، فالاثنين ايه؟ فالاثنين كبار، علشان كده كونوني مين؟ كونوني الشمع. فالشمع ما هو الا دهن، خد بالك، الشمع ما هو الا دهن. نوع الدهن ايه او الكاتيجوري بتاع الشمع ايه؟ عشان تبقى عارف نوعه، عباره عن سيمبل فات، اللي هو مين؟ اللي هو الواكس. طيب لقينا ان الواكس برضو بيتقسم، يا دي ام التقسيمات، لقينا الواكس بيتقسم لايه؟ بيتقسم لحاجه اسمها الترو واكس، لقينا بيتقسم لحاجه اسمها الكوليسترول استر، تمام، ولقيناه بيتقسم بقى لفيتامينات. طيب اول واحد اللي هو الترو، الترو ده بقى هو البي واكس. يبقى الترو هو مين؟ هو البي واكس، عشان ام سي كيو الترو واكس از، ويجيب لك من ضمن الاختيارات ترو كوليسترول استر ولا الفيتامين استرز، تقوم انت مختار مين؟ البي. البي ده اللي هو الواكس بتاع النحل، وهو عباره عن ايه؟ عباره عن هاير الكحول مع هاير مين؟ مع هاير فاتي اسيد. يعني انت قوم كاتب كده الكحول زائد فاتي اسيد، تمام، ما بينهم استر بوند، وده هاير وده هاير بس، تمام. سيبك بقى من ايه، من ده اسمه ايه وده اسمه ايه، ده يعني مثلا ده اسيتايل الكحول، ده كده اسيتايل الكحول حوالي سي 16 كربونه، وده الفاتي اسيد ده بيبقى ايه؟ هاير فاتي اسيد وخلاص. المهم ان الناتج بيبقى حاجه كبيره جدا 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 اسمها البي ايه؟ اسمها البي واكس. طيب بالنسبه للكوليسترول، الكوليسترول اخره اول، فاذا هو الكحول، صح. طيب الكوليسترول هو اتسمى او في اول علشان عشان في هيدروكسيل جروب كتيره. المهم ان انا ربطت الكوليسترول بمين؟ بفاتي اسيد، والرابطه اللي ما بينهم اسمها ايه؟ اسمها استر بوند. طيب مثال على كده مين؟ المثال الشهير على كده هو الاير واكس،
هو الشمع اللي موجود في الأذن. انت عارف لو الشمع اللي موجود في الأذن ده زاد عن الحد او تم تصنيعه ازيد من الحد يسبب مشاكل في السمع، تؤدي الى ان انت الهيرنج بتاعك يقل وما تسمعش ايه، وما تسمعش كويس، وتبدا تروح للدكتور والدكتور يبدا ينظف لك ودنك من الايه، من الشمع الزايد ده. الفيتامينات يا جماعه اللي عندنا اللي بتكون واكس هم مين؟ هم الفيتامين دي والفيتامين A. فاذا مين الفيتامين اللي بيكون واكس؟ هو ده مين؟ الدي والاي. طيب بيكون واكس ازاي؟ انت عندك فيتامين A مثلا هيرتبط بفاتي اسيد. الفاتي اسيد اللي معانا يا اما واحد فيه 16 ذره كربونه يا اما واحد فيه 18 ذره كربون، ومشبع A saturated. مين المشبع اللي فيه 16 ذره كربونه؟ ايوه اسمه ايه؟ اسمه البالميتيك اسيد. طيب مين المشبع اللي فيه 18 ذره كربونه؟ اسمه الستيريك اسيد. تمام، وانت اربط معاه الايه فهيكون لك فيتامين ايه استر، اربط معاه فيتامين دي فهيكون لك فيتامين دي استر، وهكذا. الفيتامين ايه يا جماعه الاسم التاني بتاعه عشان تبقى عارف اسمه الريتينول، عشان كده احنا ربطنا الكحول، ما هو الريتينول ما هو الا الكحول، وكذلك فيتامين ايه فيتامين دي. فلو جالك في الام سي كيو الفيتامين ايه الفيتامين ايه استر عباره عن الكحول ويتش از مثلا، تقوم انت مختار له مين؟ تختار له الريتينول على طول. وبكده الحمد لله نكون خلصنا السيمبل فات. طب يا شباب بعد ما خلصنا الحمد لله السيمبل ليبيدز، تعالوا بقى نتكلم على الكومباوند ليبيدز. الكومباوند ليبيدز او الكومبليك ليبيدز او الكونجيوجيتد ليبيدز كلهم عباره عن ايه؟ كلهم عباره عن سيمبل ليبيدز، كلهم عباره عن سيمبل ليبيدز. وادم قلت لك سيمبل ليبيدز ترجم لي على طول يعني ايه؟ يعني فاتي اسيد مرتبط باستر بوند مع مين؟ مع الالكحول. زي مين؟ زي جليسرول مثلا. المجموعه دي على بعضها السيمبل ليبيد ده على بعضه مرتبط باشياء اخرى او اذر جروبز. الاذر جروبز دي ممكن تبقى مثلا فوسفيت، مثلا ممكن تبقى فوسفيت، فيبقى اسمه ايه؟ فوسفيت. يبقى اسمه فوسفو ليبيدز. تمام، ممكن مثلا يرتبط بنيتروجين او نيتروجينس بيس، نيتروجينس بيس. ممكن مثلا اي مواد اخرى. تمام، التاني حاجه بقى ممكن ترتبط بالسيمبل ليبيدز ممكن ايه؟ ممكن كربوهيدرات، فنكون مركب اسمه ايه؟ اسمه جلايكو ليبيد. صح. طيب ممكن يكون مرتبط ببروتين، فنكون حاجه اسمها ايه؟ اسمها لايبو بروتينز. نكون حاجه اسمها ايه؟ لايبو بروتينز. فاذا السيمبل ليبيد حط عليه فوسفات فيبقى اسمه فوسفو ليبيدز. طيب يبقى الليبيدز دي عباره عن ايه؟ الليبيدز اللي موجوده في الفوسفو ليبيدز عباره عن ايه؟ عباره عن سيمبل ليبيد، فمش فاتي اسيد بس، لا ده فاتي اسيد مرتبط بها الكحول. هنا برضو حط عليه كربوهيدرات يبقى اسمه جلايكوليبيد. الليبيد هنا عباره عن فاتي اسيد زائد الكحول. البروتين هنا عباره عن ايه؟ عباره عن لايبو بروتين. الليبيد اللي هنا عباره عن فاتي اسيد زائد مين؟ زائد الكحول. طيب انت لحد كده الكتاب بتاعك خلص كلام عن الكومباوند ليبيدز، لكن في الحقيقه بيجي في الام سي كيو حاجات كتيره جدا في حته الكومباوند ليبيدز دي مهمه جدا جدا جدا. فلو انت عايز تكتفي بالمعلومات اللي في الكتاب فعدي الفيديو لحد ما توصل لمين؟ للدرايف ليبيدز. لو انت عايز تسمع الكلام هما كام كلمه كده بساط عايزين نقولهم كده على الكومباوند ليبيدز، علشان لو جات لنا في الام سي كيو او حتى لما نيجي نقول في الامبورتنس بتاعه الليبيدز بشكل عام تبقى الدنيا واضحه معاك. طيب بسم الله، اول مجموعه من الايه، من الكومباوندز هتكلم عنها هي الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز مهمه جدا 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 في جسمي، مهمه جدا 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 في ايه؟ في جسمي. تعالوا كده بسم الله واحده واحده نشوف ايه، نشوف الفوسفوليبيدز موجوده ازاي في جسمي. فوسفوليبيدز يعني عباره عن ليبيدز او سيمبل ليبيدز محطوط عليها ايه؟ محطوط عليها فوسفات. الفوسفوليبيدز دي يا جماعه انا بقسمها لمجموعه اسمها جليسرو فوسفاتيد، اسمها جليسرو فوسفاتيد. والجليسروفوسفاتيد دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جليسرول اللي هو الالكحول ومرتبط بمين؟ بفوسفات. طيب تعالوا كده واحدة واحدة نشوف ايه هي انواع الجليسروفوسفاتيد. الجليسروفوسفاتيد دي عبارة عن فوسفوليبيد وعليه ايه؟ جليسرول از الكحول. يعني ايه؟ يعني ده عبارة عن فوسفوليبيد اهو، فوسفوليبيد عادي مفيش اي مشاكل، زائد ايه؟ زائد الالكحول بتاعي. تمام، الالكحول اللي هو موجود هنا في السيمبل ليبيد. طيب تعالوا كده عشان نفهم الدنيا واحده واحده. احنا بيبقى في حاجه اسمها فوسفاتيديك اسيد. يعني ايه فوسفاتيديك اسيد؟ احنا عارفين ان الجليسرول ده عباره عن ايه؟ ادي اهو الالكحول بتاعي. الالكحول بتاعي ممكن يرتبط من فوق بفاتي اسيد ويرتبط بهنا بايه؟ بفاتي اسيد. وهنا ادي الفوسفاتايه بتاعتي. يبقى ده ايه عباره عن ايه؟ يبقى ده عباره عن ادي فوسفو وادي الجليسرول وادي الفاتي اسيد. الفاتي اسيد الاثنين دول زائد الجليسرول دول هم مين؟ دول هم الليبيدز. صح. طيب ومحطوط عليها فوسفاتيه، فاذا انا حققت المعادله اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفو
ليبيدز. طيب الفوسفوليبيد ده نسميه ايه؟ نسميه بقى هنا اسم خاص، اسمه فوسفاتيديك اسيد، فوسفاتيديك اسيد. طيب الفوسفاتيديك اسيد ده مكون من ايه؟ مكون من داي ايسايل جليسرول فوسفات. ليه؟ لان في اتنين فاتي اسيد، في ايه هنا؟ ايوه في اتنين فاتي اسيد، الاتنين فاتي اسيد دول مرتبطين بمين؟ مرتبطين بالجليسرول. فانا عندي داي ايسايل، داي ايسايل يعني اتنين فاتي اسيد جليسرول فوسفات، داي ايسايل جليسرول فوسفات. ده بيتم تكوينه اثناء ما انا بكون التراي ايسايل جليسرول. ده اول اسم عايزك تاخد بالك منه. تاني اسم عايزك تاخد بالك منه هو الليسيسين. ده مهم جدا 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 عشان ام سي كيو، عشان تبقى فاهم ايه هو الليسيسين في الام سي كيو ده. قال لك ايه؟ قال لك ان الليسيسين ده ما هو الا برضو ادي جليسرول، والجليسرول ده مرتبط بفاتي اسيد فوق وفاتي اسيد هنا في في النمبر او في البوزيشن الثاني ده، وهنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه فوسفاتايه، ما فيش فيه اي مشاكل، ما هو فوسفوليبيد. طيب هنا بقى لقينا ان فيه مرتبط بمجموعه اسمها مجموعه الكولين، تمام؟ فده اسمه ايه؟ الليسيسين ده عباره عن فوسفاتيديك اسيد زائد الكولين. ما هو الفوسفاتيديك اسيد ما هو الا داي ايسايل جليسرول فوسفات، صح؟ ما هو ده المجموعه دي اهي، هي المجموعه دي، صح؟ حطيت عليها كولين، فانا هسميها فوسفاتيديك اسيد كولين، فوسفاتيديك اسيد كولين علشان الام سي كيو. يبقى دي اسمها ايه؟ فوسفاتيديك اسيد كولين. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للليسيسين. في واحد تاني برضو مهم اسمه السيفالين أو الكيفالين. اسمه إيه؟ اسمه الكيفالين. الكيفالين برضو نفس الحكاية، آدي الجليسرول يا جماعة، الجليسرول مرتبط فوق بمين؟ بفاتي أسيد، وفي البوزيشن رقم 2 برضو بفاتي أسيد، وهنا بيبقى فيه إيه؟ فوسفات، ما هو فوسفوليبيدز بقى. طيب هنا بقى مرتبط بمجموعة اسمها إيثا نولا أمين، اسمها إيه؟ إيثا نول أمين، تمام؟ فاذا المركب ده على بعضه احنا نسميه ايه؟ احنا نسميه فوسفاتيديك اسيد زائد ايثانولامين. يبقى اهو هو ده، اهو ده عباره عن داي ايسايل جليسرول فوسفات اللي هو الفوسفاتيديك اسيد زائد ايثانولامين بس. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه السيفالين. في واحد تاني بقى اسمه ايه؟ اسمه الفوسفاتيدايل سيرين، اسمه فوسفاتيدايل سيرين. الفوسفاتيدايل سيرين ده موجود عليه ايه؟ ادي كده الجليسرول اهو عادي، وفي هنا فاتي اسيد وفي هنا فاتي اسيد، وهنا الفوسفات، ما هو فوسفوليبيد بقى، هنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى هنا فيه سيرين، مفيش اسهل من كده. ده برضو عباره عن فوسفاتيديك اسيد، تمام؟ فوسفاتيديك اسيد زائد مين؟ زائد سيرين. فاذا عشان نحفظ، اول حاجه عندي انا كونت اصلا الفوسفاتيديك اسيد اللي هو عباره عن داي ايسايل جليسرول فوسفات، بعد كده منه اصلا حطيت عليه مواد اخرى، مركبات اخرى. المواد الاخرى اللي محطوطه دي ممكن تبقى كولين، ممكن تبقى ايثانولامين، وممكن تبقى سيرين. لو اسمها او محطوط عليها كولين اسميه ليسيثين، اسميه ايه؟ ليسيفين. طيب لو محطوط عليها ايثانولامين اسميها سيفالين، لو محطوط عليها سيرين اسميها ايه؟ اسميها فوسفاتيدايل سيرين. افرض انا شلت المجموعه دي، مجموعه السيرين دي، وحطيت بدلها مثلا انوسيتول، انوسيتول، فانا اسميها ايه؟ اسميها بدل ما هي فوسفاتيدايل سيرين اسميها فوسفاتيدايل انوسيتول، مفيش اسهل من كده. او الاسم الثاني بتاعه لايبوسيتول، لايبوسيتول. طيب تعالى كده للمجموعه دي اللي هي اللي فيها الكولين ده، اللي فيها الكولين ده انا ممكن يا جماعه اخلي الكولين زي ما هو مفيش فيه اي مشاكل، واشيل الفاتي اسيد اللي فوق ده. طيب هشيل الفاتي اسيد احط بداله ايه؟ هحط بداله unsaturated فاتي اسيد، يعني في دبل بوند. لما احط انا الانساتيوريتد فاتي اسيد هيتحول المركب ده من ان هو اسمه ليسيسين هيتحول لحاجه اسمها بلازما لوجنز. اسمها ايه؟ بلازما لوجنز، تمام؟ بس كده. طيب لو انا مثلا عايز اكون مركب تاني، اشيل مثلا الانسوتيل ده واحط اللي انت عايزه بقى، عايز احط، ممكن تحط برضو هنا جليسرول، برضو جليسرول، يعني هنا في جليسرول وهنا في جليسرول، ما هو ده عباره عن جليسرول. حط هنا جليسرول عادي، وبقى المركب بتاعه اسمه فوسفاتيدايل جليسرول. فاذا انا عندي المركبات بتاعتي اساسها فوسفاتيديك اسيد اللي هو عباره عن داي ايسايل جليسرول فوسفات. حط عليهم بقى هنا في المركب ده مجموعات معينه، المجموعه دي ممكن تبقى كولين فنسميه ليسيسين، ممكن تبقى ايثانولامين فنسميه سيفالين، ممكن تبقى مثلا جليسرول فنسميه فوسفاتيدايل جليسرول، ممكن تبقى سيرين فنسميه فوسفاتيدايل سيرين، ممكن تبقى مثلا انوسيتول
ممكن تبقى فوسفاتيدايل انوسيتول. شيل لي المجموعه الاولانيه اللي هي الفاتي اسيد دي وبدلها لي بان ساتوريت فاتي اسيد، فالمركب اسمه بلازما لوجنز. في بقى حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، اسمها ايه؟ اسمها الانزيمز اللي بتكسر الفوسفوليبيدز دي. يا جماعه اهميه الفوسفوليبيدز بتكمن ان هي موجوده في السيل ميمبرين بتاع الخلايا بتاعنا، يعني فوسفوليبيدز باي لاير دي مهمه جدا جدا عشان تكوين الاستراكشر بتاع الايه، بتاع السيل ميمبرين. طيب تخيلوا معايا كده، انا عايز ادمر السيل ميمبرين ده، عايز ادمر السيل ميمبرين اللي موجود هنا ده، وده مهم على فكره في بعض الاحيان هتاخدوها ان شاء الله قدام، زي ان انا اصنع منهم حاجات زي البروستاجلاندينز او الايكوزانويدز، بروستاجلاندينز او الثرومبوكسين اي 2 هيفيدوني في حاجات كتير. طيب اكسرهم ازاي؟ انا عندي اللي هو ايه، انا عندي الجليسرول. الجليسرول ده يا جماعه مربوط فوق مثلا بفاتي اسيد صح، ومربوط هنا بمين؟ بفاتي اسيد. طيب وهنا مربوط بمين؟ هنا مربوط بالفوسفاتايه صح، وهنا مربوط بالمجموعه انا هسميها مثلا ار، مجموعه مثلا ممكن تكون سيرين، ممكن تكون انيسيتول، ممكن تكون كولين، اي مجموعه من الحاجات دي. قال لك ان في انزيم عندنا اسمه ايه، هو بيكسر الفوسفوليبيد، فاحنا هنسميه فوسفو لايبيز. تمام، فوسفو لايبيز يعني الـ 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 الانزيم اي حاجه اخرها ايز يعني بيكسر. الانزيم اللي بيكسر مين؟ الفوسفوليبيد. الفوسفو لايبيز ده هيجي مثلا هيشتغل فين؟ احنا بقى هنسميه بس اي 2، او ممكن اقول لك ان هو سميناه اي 2 عشان بيشتغل على مكانين، بيشتغل هنا ممكن يكسر الرابطه اللي موجوده هنا، وممكن يكسر اللي موجوده هنا. تمام، فعند بوزيشن رقم واحد تمام ما بين الجليسرول عند الكربون رقم واحد وما بين الفاتي اسيد الاولاني او رقم واحد، هنا بيشتغل مين؟ الفوسفوليبيز اي 2. وما بين الجليسرول عند الكربون رقم اتنين وما بين الفاتي اسيد اللي مرتبط بيها، هنا بيشتغل برضو الفوسفوليبيز اي 2. طيب بالنسبه للحته دي او المنطقه دي ما بين الكربون رقم 3 في الجليسرول وما بين الفوسفات، خد بالك بقى هنا بيشتغل انزيم تاني خالص اسمه ايه، اسمه فوسفو لايبيز برضو، ولكن من نوع ايه، من النوع سي. عظيم. طيب بالنسبه للحته دي بقى ما بين الفوسفات وما بين المجموعه اللي هنا، بيشتغل انزيم اسفو اسمه فوسفو لايبيز دي. وعشان تفهم الموضوع ده وتثبته في دماغك، عارف يا جماعه ليه الناس بتموت لما السم بتاع التعبان بيتلدغوا بيه؟ ليه الناس بتموت او ليه الناس بيحصل لها مشاكل او بيحصل الدفء لما التعبان بيلدغنا؟ قال لك لان التعبان اصلا بيبقى السم اللي موجود، تخيل معايا ان ده تعبان اهو، والتعبان ده اهو طلع سم. السم بتاع التعبان ده بيكون فيه انزيم، الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه ليسي سينيز، اسمه ليسي سينيز، يعني الانزيم اللي بيكسر الليسيسين. طب ما هو الليسيسين ده ما هو الا مجموعه الفوسفاتيدايل او الداي ايسايل جليسرول او الفوسفاتيديك فوسفات او فوسفاتيدايل فوسفات مربوطه بيه هنا الار دي، هنا اسمها ايه؟ اسمها كولين صح؟ قال لك ان السم بتاع التعبان ده او ليسي سينيز بيروح عامل زي الايه، الفوسفولايبيز اي 2 كده، بيقوم رايح مدمر الرابطه اللي هنا. طب لما يدمر الرابطه اللي هنا ايه اللي هيحصل؟ مش انا قلت لك ان الفوسفوليبيد زي الليسيسين ده موجود في السيل ميمبرين؟ خلاص انت دمرت السيل ميمبرين، فدمرت الخليه، كل منتجات الخليه او كل البرودكتس بتاعت الخليه موجوده جوه بتبدا تخرج بره، وبيحصل بقى مثلا الخلايا اللي بتبدا تموت في جسم الانسان زي خلايا مين؟ زي خلايا الدم الحمراء او الار بي سيز، ويحصل عندهم ايه؟ يحصل عندهم هيموليسيز. كلمه هيموليسيز، هيمو يعني دم، يعني خلايا دم حمراء، ولايسيز يعني تكسير، فيحصل تكسير في خلايا الدم الحمراء اللي موجود في جسمهم، ويبدا بقى ايه؟ تظهر الاعراض عليه. طيب اخر حاجه بس ونكون خلصنا الجزء الرخم ده، في حاجه يا جماعه في جسمنا برضو اسمها السفنجو مايلين. طيب السفنجو مايلين دي يا جماعه موجوده في البرين، موجوده في مين؟ في المخ، والبرين محتاج الماده دي جدا جدا جدا، فعشان كده لازم ندرسها، عشان لو نقصت في البرين هتحصل مشاكل خطيره جدا في جسد الانسان. السفنجو مايلين دي برضو عباره عن ايه؟ عباره عن كومباوند ليبيد. تمام، يعني ايه؟ يعني في سم بالليبيد عادي ما فيش فيه اي مشاكل، زائد ايه؟ زائد اشياء اخرى او جروبس اخرى. تمام، طيب السمبل الليبيد العادي عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيد زائد ايه؟ زائد الكحول. اما الجروب الاخر ده هنشوفه دلوقتي، فتعالوا كده واحده واحده. الالكحول اللي عندي اسمه ايه؟ تعالوا كده نرسم ونشوف الدنيا. الالكحول اللي عندي يا جماعه اسمه، بص كده اسمه سفنجوسين، اسمه ايه؟ سفنجو، ما هو اللي انا عايز اكونه اسمه سفنجو مايلين. تمام، موجود في المايلين شيز اللي موجود على النيورونز، النيورونز الاعصاب، في حاجه هنا اسمها مايلين شيز، هو ده اللي بيكون مايلين شيز. طيب السفنجوسين او السفنجول اسمه ايه؟ اسمه الثاني سفنجول. فاذا هو ايه؟ اذا هو الكحول، فده بيمثل مثلا الجليسرول في اللي احنا كنا بنقولهم من شويه.
ده الالكحول بتاعي، يبقى انا كده الحمد لله رسمت الالكحول. طيب عايزين نرسم الفاتي اسيد، قال لك ان لما تيجي ترسم كده اهو، ده كده الاسفنجو ايه سين او الاسفنجول، ارسم هنا كده الفاتي اسيد اهو، ده كده مين؟ ده الفاتي اسيد. انا حولت الاسفنجو سين او الاسفنجول لحاجه اسمها سيراميد، حاجه اسمها ايه؟ مش سيراميك، لا سيراميد. فالمركب ده على بعضه اللي هو الاسفنجوسين زائد الفاتي اسيد سميناه ايه؟ سميناه سيراميد. طيب بعد كده بقى حط لي بقى المجموعه الاخرى بقى، انت كده الحمد لله رسمت الايه؟ الفاتي اسيد. حط لي بقى الجروب الاخر، الجروب الاخر هنا اهو لازم أن يكون ايه؟ فوسفيت، لان احنا بنشرح الفوسفوليبيدز، ادي الفوسفاتايه اهي. طيب ايه الجروب الاخر بقى بعد كده مرتبط بالفوسفاتايه؟ اللي هو الكولين، شبه مين؟ شبه الليسيسين كده بالظبط، ولكن الاستراكشر الالكحول مختلف ومكان الفاتي اسيد هنا ايه؟ مختلف. فانت كونت في النهايه بعد كده بعد ما حطيت الفوسفيت والكولين المركب الناتج اسمه ايه؟ اسمه الاسفنجو مايلين، اسفنجو مايلين. طب الاسفنجو مايلين مهم ليه؟ عشان المايلين شيز الغطاء اللي مكون من اسفنجو مايلين اللي موجود مين؟ اللي موجود على الخلايا العصبيه، الخلايا العصبيه اللي هي ايه؟ اللي هي الخلايا دي كده كده دي كده، الخلايا العصبيه هنا دي كده اللي موجود عليها اسمها ايه؟ اسمها الاسفنجو مايلين، بس كده. طب يا شباب اخر بقى حاجه عايزين نقولها، احنا كنا مقسمين الليبيدز بتاعتنا لسمبل ليبيدز وكومباوند ليبيدز، تمام؟ وبعد كده قلنا في حاجه اسمها ايه؟ اسمها درايفد ليبيدز. قلنا ان السمبل ليبيدز عباره ايه؟ عباره عن فاتي اسيد زائد الكحول، واتكلمنا عنهم بالتفصيل الممل، والكومباوندز اتكلمنا عنهم بالتفصيل الممل 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 كمان، وده هيساعدك بعد كده اصلا في فهم الدرايفد. لو انا ما كنتش شرحت الكومباوند الكومباوند كده مش هتفهم الدرايفد زي ما انا ما هشرحها دلوقتي. الكومباوندز قلنا ان هي عباره عن سمبل ليبيدز زائد مين؟ سمبل ليبيدز زائد مجموعات او اشياء اخرى زي الفوسفيت ومعاه حاجات ثانيه زي السيرين زي الكولين زي الانوسيتول وهكذا، تمام؟ وممكن مثلا معاه بروتين، ممكن مثلا معاه ايه؟ معاه كربوهيدرات، فيبقى اسمه مثلا ايه؟ يبقى اسمه جلايكو ليبيدز، او اسمه بروتيو ايه؟ بروتيو ليبيدز. طيب تعالوا بقى اني الاوان ان احنا الحمد لله هنتكلم على اخر حاجه، الا وهي ايه؟ الا وهي الدرايف. الدرايف ده ناتج تكسير مين؟ ناتج تكسير السيمبل وناتج تكسير الكومباوند. فمين اللي هيطلع لي هنا؟ اول حاجه ممكن تطلع لي هي مين؟ هي الفاتي اسيد، صح؟ تاني حاجة ممكن تطلع لي من التكسير هو مين؟ هو الالكحول، صح؟ ايه الالكحول اللي انت تعرفهم اللي ممكن يطلعوا لي؟ ممكن يطلع لي حاجة اسمها الجليسرول، صح؟ ممكن يطلع لي حاجة اسمها ايه؟ سين. مش الاسفنجوسين ده كان عبارة عن اسفنجول اصلا لو انت تفتكر اهو، ما هو ده عبارة عن ايه؟ شبه الجليسرول كده، هو ده الايه؟ هو ده الكحول. طيب ممكن يطلع لي برضو، فاكر لما كنا خدنا في السيمبل ليبيدز في الواكس مش كان بيبقى فيه هاير لونج تشين الكحول مع لونج تشين فاتي اسيد؟ فممكن يطلع لي لونج تشين او هاير ايه؟ او هاير الكحول، تمام؟ طيب بعد كده خدنا ايه تاني؟ ممكن يطلع على فكره استيرويدز. الاسترويدز دي يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي هي حاجات كده منشطات، هتاخدها بالتفصيل وهتعرف اهميتها بعد كده بعدين، ولكن لازم تعرف لي امثله الاسترويدز اللي بتطلع وبتمثل او من يعني هي من ضمن الكاتيجوريز بتاعه الدرايف. الاسترويدز اللي ممكن تطلع وهي من امثله الالكحول زي مين؟ زي الكوليسترول مثلا، الكوليسترول ممكن يطلع، تمام؟ عشان كده الكوليسترول بيعتبروه من ضمن الليبيدز. انت عرفت بقى الكوليسترول واحد من ضمن انهي نوع من الليبيدز؟ من الايه؟ من الدرايف ليبيدز. عشان كده انت دكتور، الناس كلها تعرف ان الكوليسترول عباره عن ليبيد، انت كدكتور تعرف ان الكوليسترول عباره عن درايف ليبيدز، بيجي من ايه؟ من التكسير بتاع الدهن اللي ايه؟ الكبير ده. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه برضو ممكن تطلع من التكسير بتاع او من الاسترويد اصلي، اسمه ايه؟ اسمه الارجستيرول. طيب بعد كده ممكن يطلع ايه؟ سيتوستيرول. كل دول عباره عن ايه؟ الكحول. ما هو ده اهو، كوليسترول، ارجستيرول، سيتوستيرول، كل دول عباره عن الكحول بيطلعوا من تكسير ايه؟ تكسير الكومباوند زائد السيمبل ايه؟ زائد السيمبل ليبيدز. ممكن برضو يطلع فيتامينز، صح؟ مش ممكن يطلع فيتامين ايه مثلا، او ممكن يطلع فيتامين دي، صح؟ مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها فيتامين استرز لما كنا خدناهم في السيمبل ليبيدز، صح؟ طيب ما ممكن يطلع الفيتامين ايه ده اللي هو مين؟ ايوه الريتينول. هما ليه سموه ريتينول؟ علشان الفيتامين ده موجود في الريتنا، الريتنا دي اللي هي الشبكية بتاعت العين، لو دي العين بتاعنا، دي العين بتاعتنا، في هنا الشبكية بتاعت العين اللي هنا اللي بتستقبل الضوء، الشبكية بتاعت العين دي يا جماعة اسمها ريتنا، لقوا إن الريتنا دي بتبقى مليانة بفيتامين إيه؟ بفيتامين إيه؟ عشان كده سموه ده الكحول بتاع الريتنا، أو اسمه إيه؟ اسمه الريتينول. ده بالنسبة للكحوليات بعد ما تتكسر، ودي أمثلة الكحوليات. إيه تاني ممكن يطلع بعد ما نكسره؟ ممكن يطلع بقى الفات سوليبل فيتامينز.
الفات سوليبل فيتامينز يا جماعه، بص الفيتامينز في جسمنا نوعين، الفيتامينز في جسمنا نوعين، في حاجه اسمها الووتر سوليبل فيتامينز وفي حاجه اسمها فات سوليبل فيتامينز. قال لك ان الفات ما بيكونش موجود لوحده كده، قال لك ايه؟ قال لك ان الفات ممكن يكون دايب فيه شويه فيتامينات، سميناهم الفيتامينات اللي بتدوب في مين؟ في الدهون، فهم اسمهم ايه؟ فات سوليبل فيتامينز، بعكس فيتامينات تانية بتدوب في الايه؟ بتدوب في الميه. طب مين الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون او الفات سوليبل فيتامينز؟ هم كده ايه يعني كده؟ اللي هو الفيتامين كي، الفيتامين اي، الفيتامين دي، والفيتامين اي. طيب مين تاني ممكن يطلع لنا من تكسير الدهون؟ السيمبل ليبيدز والكومباوند، الايكوزا نويدز اللي هم فيهم كام كربونه؟ ايكوزا نويدز فيهم 20 كربون، صح؟ طب الايكوزا نويدز دول كنا بنجيبهم منين لو تفتكر؟ من عراقي، من العراقي دونيك اسيد، صح؟ طيب الايكوزا نويدز دول زي مين؟ زي ما قلنا قبل كده البروستا جلاندينز، البروستا سايكلينز، صح؟ وبعد كده قلنا ايه؟ قلنا السرومبوكسانز، تمام؟ كل دول عباره عن ايه؟ ممكن برضو في مثال تاني اسمه الليوكوترايانز، الليوكوترايانز هتاخدهم بالتفصيل الممل ان شاء الله في الموديولات الجايه ووظائفهم ايه، لكن تعرف لي ان ناتج تكسير او ناتج تكسير سيمبل ليبيدز كومباوند ليبيدز بيطلع لي ايه؟ المنتجات دي اللي هي البروستا جلاندينز، البروستا سايكلينز، رومبوكسانز، والليوكوترايانز. بعد كده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي الاسترويدز، الدهون، تمام؟ الدهون دي شبه الايه؟ شبه الكوليسترول اهي، زي ما احنا ما خدنا الاسترويدز اهي اللي هي منشطات، هي برضو الكوليسترول برضو، تمام؟ ممكن يطلع الالدوستيرون، ممكن يطلع اي حاجة اخرها اول في الاخر تبع الاسترويدز ممكن يطلع. وبكده الحمد لله نكون خلصنا ايه؟ خلصنا تقسيمة الليبيدز كلهم سيمبل وكومباوند ودرايفد. بعد كده بقى عايزين ناخد ايه هي اهميه الليبيدز بشكل عام بقى. تعالوا كده الحمد لله خلصنا، ناخد بقى ايه هي اهميه الليبيدز. الليبيدز اول حاجه ممكن نتكلم عنها ان هي بتدينا طاقه، بتدينا ايه؟ طاقه، وبتدينا كم هائل من الطاقه، بتدينا طاقه اكتر من الكربوهيدرات واكتر من البروتينز لما تتكسر. مثال على كده الترايسايل جليسرولز اللي موجود في الاديبوس تيشو، الاديبوس تيشو دي هي التيشو اللي موجوده في جسمنا اللي بتخزن الطاقه او اللي بتخزن الدهون لوقت الحاجه، تمام؟ قال لك ان هي بتخزن تراي اسايل جليسرولز، بتخزن ايه؟ بتخزن سيمبل ليبيدز كستورج، كمخزون للطاقه بعدين. زي مثلا ايه؟ زي مثلا الدهون اللي موجوده تحت الجلد، مش بتلاقي ان في واحد تخين واحد مليان؟ المليان ده مش بيبقى عنده دهون موجوده تحت الجلد؟ نفترض الدهون اللي بالاصفر دي اللي موجوده تحت الجلد، ما هي الدهون الموجوده تحت الجلد دي ما هي الا اديبوس تيشو، عباره عن خلايا اسمها اديبوسايتس. الاديبوسايتس دي مجمعه فاتي اسيد زائد الكحول جواها اللي هو الايه؟ اللي هو الترايجليسرايدز او الترايسايل جليسرول. الترايسايل جليسرول ده هو المخزون اللي بعد كده لما الشخص ده يوصل لمرحله ان هو ما بياكلش كربوهيدرات، ما بياكلش اي حاجه، تبدا مين؟ تبدا الخلايا دي تبدا ايه؟ تبدا تموت ويبدا الشخص يخس. فعشان كده الشخص اللي عايز يخس او لو انت عايز تخس ما تاكلش سكريات. ما تاكلش سكريات ليه؟ وما تاكلش دهون برضو، تاكلش السكريات عشان الجسم يبدا يتخلص من مين؟ من الدهون دي ويستغلها كمصدر للطاقه بدل السكريات اللي كان بياكل. تاني حاجه ان الناس مش تلاحظ كده ان انت في عز البرد تلاقي صاحبك التخين تلاقيه متدفي كده ولابس بنص كم وانت يا عيني رفيع وغلبان ولابس لي ايه؟ لابس لي 200 تيشيرت و200 جاكيت فوق بعض. ليه بقى؟ لان الشخص ده عنده دهون تحت الجلد بتاعه، والدهون دي بتشتغل كانسوليشن، يعني بتمنع وصول الحراره للجسم او عازل للايه؟ للحراره. بعد كده بتساعدني في ان هي بتحميني الاورجنز بتاعتي، بتعمل بروتكشن للانترنال اورجنز زي الكدني مثلا. يعني مثلا يا جماعه الكدني اصلا لو ده مثلا شخص دي كده البطن بتاعته وده كده ادي رجلي ايه؟ رجله اهي، تمام؟ هنا بيبقى فيه الكليه، الكليه دي يا جماعه بيبقى حواليها كده في شويه دهون، الدهون دي بتعمل ايه؟ بتعمل بتسبورت الكليه، يعني بتخليها موجوده في مكانها كده. الدهون دي لو قلت الكليه تبقى ايه؟ تتاثر. ليه؟ لان الكليه علشان ما تتحركش وتروح يمين وشمال لازم شويه الدهون دول يكونوا ايه؟ يعملوا لها سبورت. طيب ايه وتاني بيدخل في الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع السيل ميمبرين. زي ما قلنا ما هو السيل ميمبرين ما هو الا ايه؟ فوسفوليبيد باي لاير، والسيل ميمبرين ده او السيلز عموما هي اللي بتكون في الاخر التيشو زي الليفر. الليبيدز هي عباره عن الاسترويدز، او الاسترويدز ما هي الا ليبيدز زي الكورتيزول، زي الالدوستيرون، زي الاسترادايون، زي البروجسترون، زي الفيتامين ايه، زي الفيتامين كده كلهم، فيتامين كي، فيتامين
فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن فات سولابل فيتامينز، تمام. فهم دول والاسينشال فاتي اسيدز كلهم اصلا بيعملوا لي ريجوليشن للميتابوليزم اللي احنا ناخده ان شاء الله بعدين، وبيساعدوني في الجروس والايه والريبرودكشن. فلذلك قلنا لو واحد عنده نقص الاسينشال فاتي اسيد مثلا يبدا يتاثر ان هو الجروس بتاعه لو طفل يعني ما ينموش كويس، والريبرودكشن بتاعه او النمو الجنسي بتاعه ما يبقاش مظبوط. طبعا مهمين جدا في الانفلاميشن والهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اكتر مثال على كده يا جماعه لازم تكون حافظهم الميدييتورز اوف انفلاماتوري. بص انت عندك في مديول الماسكول ان شاء الله عندك درس كامل كده اسمه ميدييتورز اوف انفلاميشن. الميدييتورز اوف انفلاميشن في الماسكولو، تمام، لما تيجي تاخده ان شاء الله هتلاقيه بقى يقول لك وظائف البروستاجلاندين ايه، وظائف البليتليت اكتيفيتنج فاكتور ايه، وظائف الليكوترايانز، وظائف الثرومبوكسانز ايه، تمام. كل دول حاجات مهمه جدا جدا عشان تنظم او بتساعد في عمليه الانفلاميشن، عمليه الالتهاب. عمليه الالتهاب دي ما بتحصلش كده لوحدها، لا، في ميدييتورز وفي حاجات هي اللي بتساعد على حصول العمليات دي. زي مين؟ زي البروستاجلاندينز، زي الليكوترايانز، زي الثرومبوكسانز والاشياء دي كلها. برضو بتساعد في البلاد كواجيوليشن او في تكوين الجلطات، زي ما قلنا لو واحد نزف اللي يساعد على وقوف النزيف شويه ايه، شويه الميدييتورز اللي بيطلعوا. زي مين؟ زي البروستا سايكلين. البروستا سايكلين بيقوم عامل ايه؟ يعمل كورونري فازو دايلاتيشن وبيقلل البليتليت اجريجيشن. تخيل معايا كده واحد نزف، فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل في الاول فازو دايلاتيشن. ليه اعمل فازو دايلاتيشن؟ يعني ايه كلمه فازو دايلاتيشن؟ فازو يعني فيسل، ودايلاتيشن يعني اتساع او توسيع. فانا بوسع الفيسل ده، بوسعه بدل ما هو كان كده مثلا، استنى نرسم بلون تاني، بدل ما هو كان كده ضيق كده، لا انا قمت موسعه كده. ليه اوسعه كده؟ عشان اجيب كميه دم اكتر، ولما اجيب كميه دم اكتر يجي لي خلايا مناعيه اكتر، تمام. فانا عملت توسيع لمين؟ مثلا الكورونرز مثلا، تمام. وبرضه بقلل البليتليت اجريجيشن. ليه بقلل البليتليت اجريجيشن؟ عشان ما يحصلش جلطه شديده، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها ثرومبوكسان. كلمه ثرومبو يعني بليتليت، تمام. ثرومبوكسان بيجيب البليتليت، عشان كده سموها ثرومبوكسان. كلمه ثرومبو يعني بليتليت، فهي بتعمل بليتليت اجريجيشن او بتساعد في البليتليت اجريجيشن، زائد ان هي بتعمل فازو كونستريكشن. عظيم. طيب بالنسبه للفيتامين كي، ما هو واحد من الفات سولابل فيتامينز، فات، تمام. هو ده بنحتاجه عشان نصنع البلاد كلوتينج فاكتورز اللي هم 1972. بص كده، بص 1972 2 و7 و9 و10. طيب في اخر واحد بقى اللي هو البليتليت اكتيفيتنج فاكتور، ده بيساعد برضو ان هو بيجيب البليتليت او بيعمل حاجه اسمها بليتليت اجريجيشن او بيجيب البليتليت او الصفائح الدمويه في مكان النزيف عشان تسد النزيف. يبقى البليتليت اكتيفيتنج فاكتور شبه الثرومبوكسان، ايه الثرومبوكسان، تمام. انما البروستا سايكلين بيقلل البليتليت اجريجيشن، والفيتامين كي بيساعد في ان البلاد كلوتينج فاكتورز يجوا اللي هم 1972 و72. طيب بعد كده الميديكال يوزز، احنا ممكن نستغل المكونات دي او البرودكتس دي كلها في ايه. اول واحد عندنا بروستاجلاندين اي 2، بنستخدمه في علاج البيبتيك ألسر، وبرضه بينديوس الليبر. ليه بقى؟ لان البروستاجلاندين ده يا جماعه، البروستاجلاندين اللي هو كان واحد من الايكوزانويد اللي فيهم 20 كربونه السايكليك ستراكشر، تمام، بيروح كده على الاستومك او على المعده. الاستومك يا جماعه انتوا زي ما عارفين بتفرز الايه، الاتش سي ال، صح. الاتش سي ال ده لو زاد عن حده بيبدا هو ذات نفسه يروح ياكل في مين؟ في الوول بتاع الاستومك، فيبدا يعمل فيها قرحه او يعمل فيها ايه، يعمل فيها ألسر. قال لك بقى ان البروستاجلاندين بيروح يشتغل ان هو بيقلل من تصنيع الاتش سي ال اللي بتصنعه الخلايا بتاعت مين؟ بتاعت الاستومك. في خلايا اسمها البرايتال سيلز، هي اللي بتصنع مين؟ بتصنع الاتش سي ال. يجي البروستاجلاندين اهو زي البي، ويقوم رايح لهم كده يقول للخلايا دول وقفي تصنيع من الاتش سي ال. فلما يوقف تصنيع الاتش سي ال شويه فيقلل من الاتش سي ال، فلما يقلل من الاتش سي ال تبدا الالسر او القرحه دي تبدا ايه؟ تلتئم بعد كده. ده اول ميديكال يوز احنا ممكن نستخدمه. تاني حاجه ممكن نستخدمها هي الديجيتاليز. الديجيتاليز دي بيستخدم في علاج الهارت فيلير او الاريزميا. الديجيتاليز يا جماعه كان عباره عن جلايكو سايت، جلايكو يعني كان في ليبيدز مربوط بمين؟ مربوط بكربوهيدرات. كنا شرحينه في الجزء بتاع الجلايكوسيديك بوندز وهكذا. طيب بعد كده الكورتيزول. الكورتيزول بيستخدم كانتي انفلاماتوري قوي جدا جدا جدا. ليه؟ لان يا جماعه لو دي السيل ميمبرين
حاجه طبيعيه في جسمنا لما يحصل انفلاميشن ان الفوسفوليبيدز اللي هنا بيبدا يتكسر، فلما يبدا يتكسر بيبدا ينتج حاجه اسمها ايه العراقي دونيك اسيد. العراقي دونيك اسيد بعد كده تدي الايكوزانويدز، يعني ده مثلا بدا يدينا عراقي دونيك اسيد. العراقي طبعا زي ما احنا عارفين بيدينا الايكوزانويدز. الايكوزانويدز دول زي مين؟ زي البروستاجلاندينز، زي البروستاسايكلين، زي السرومبوكسان، والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها كانت بتساعدني في مين؟ تعالوا كده ارجع كده، ارجع اهو 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 في الانفلاميشن، بروستاجلاندين، بليتليت اكتيفيتنج فاكتور، ليوكوترايانز، كل دول كانوا ميدياتورز في الانفلاميشن. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الكورتيزول بيقوم رايح عند الخطوه دي كده هنا كده وبيقوم منحها. الكورتيزول بيعمل ان اكتيفيشن، تمام، او الخطوه اللي معلش اللي هي دي، تمام، بيعمل ان اكتيفيشن لتحويل او لتكسير العراقي دونيك اسيد، فبالتالي لا هيتصنع بروستاجلاندين ولا هيتصنع بروستاسايكلين ولا سرومبوكسانز ولا هيتصنع مثلا ليوكوترايانز ولا اي حاجه من الاي ميدييتورز بتاعت الانفلاميشن. فاذا انا عملت اكشن اسمه انتي انفلاماتوري، تمام. غير كده بقى احنا ممكن نستخدم الاسينشال فاتي اسيدز في الناس اللي عندهم مشاكل في ان هم بياخدوش الاسينشال فاتي اسيد في الطعام بتاعهم، او الناس اللي هم عملوا عمليات جراحيه، او اللي جالهم تيومر، او اللي جالهم تروما، او اي حاجه من الاشياء دي. وبكده نكون خلصنا الحمد لله جزء الامبورتنس بتاع مين؟ بتاع الليبيدز.